العمومية، فتحت إشراف السيدة وزيرة الثقافة والفنون أبينا أن ننظم هذا الحفل على شرف الأسرة الثقافية الفنانين بمختلف الفئات، يعني باش فرصة باش نتلاقى خاصة بعد شهر رمضان وبمناسبة عيد الفطر المبارك. معكم الفنانة التشكيلية جميلة شلالي من سول غزلان. لي الشرف أنني حضرت في هذه الحفلة تحت إشراف مديرية الثقافة لولاية البويرة. أنا نشكرهم على هذا الحفل وهذه الالتفاتة للفنان للأسرة الفنية. أنا يا جوهر رابح شاعر بالمكتبة الرئيسية، شاعر وعيد مبروك للجزائريين. تزورا ودينا غلا سلامة يسوان، مرحبا ستيلي زرياكي عرفو فيروس، صحة العيد نوان ان شاء الله العيد مربوح، العيد ربي يتسافن. الحمد لله نمنا ليا كو سي مزيازن اي فنانن ذاك ذي البويرة، انا تخدم المديرة الثقافة اعطيه الصحة ذاني قرزن. السلام عليكم، كل عام وانتم بخير. بمناسبة عيد الفطر المبارك نظمت مديرية الثقافة لولاية البويرة هذا اللقاء مع فناني الولاية والمنشطين وكثير من الصحفيين. السلام عليكم وصحة عيدكم كل الفنانين، وإنه للمرة الأولى التي نحضر في مثل هذه الجلسات، وأتمنى لكم عيدا سعيدا. الزول فلون ياك ودير دي سوالين لاوراس تي في ساكين هدي رزان غورنا الولايه انتو فيرتس سنين كاني لا ديريكسيون لا كولتور لا ميزون لا كولتور يغدي هكان سيم اللي لاكين الشناين كل الحذاف يالدا الشناين سيدي يوسف لا ولا انتو فيرتس. الزول فلون مرحبا يسون هذا تي في اوراس اشو ندير يعني حاجه العالي مدن لازم غورنا ارتمي لي لتاكين يتسوجد خمق ذلس انت الولاية انت بولوت بوام قبلو ندينا مقبلة نظرة ندينا غزول في الأول ندينا مرحبا يسونا كلمة مذاكي هذا نشكر تصا تصا لا ميزون لا كولتور غادي يجمع ناس ساكي بون لي زارتيست مي اذا شوف غادي كان ان شاء الله ان شاء الله زدوم تسويح. ببادئ البدء احيي كل الجمهور الحضور في هذه اللحظة الشيقة، اللحظة التي تهدف إلى التآخي والتآزر بشتى أنواع الفنانين، وهي لحظة في قمة المنتهى. بهذه المناسبة الكريمة مناسبة عيد الفطر المبارك نتمنى إن شاء الله الصحة والعافية لجميع فناني ولاية البويرة وجميع فناني القطر الجزائري. سعيدة حقيقة بتواجدي في هذه الأمسية الراقية التي نظمتها مديرية الثقافة لولاية البويرة، وهي مبادرة رائعة جدا تخص كل فنانية الولاية منهم الشعراء كتاب فنانين رسامين ممثلين مسرحيين كل محبي الفن اجتمعنا اليوم في هذه الأمسية، أمسية حميمية دافئة للتعارف لتبادل
الأفكار. إذن مناسبة جميلة التقت فيها العائلة الثقافية لولاية البويرة مع الفنانين بمختلف الفئات لتبادل التبريكات ولتقديم يعني التشكرات الخالصة لمختلف الفنانين والجمعيات التي شاركت معنا خلال شهر رمضان لإدخال الفرحة في قلوب العائلات البويرية. إذن أود أن أقدم تهاني الخالصة لكل الفنانين ولاية البويرة والجزائر عامة، نقول لكم يعني تحياتنا الخالصة.